بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
إلهك تعبد لك في هذه الليلة المتعبدون وأنت صدق القاصدون وأننا صدق ومعروفك الطالبون ولنا في هذه الليلة نفحات وجلائز وأعطانا لك واجبك كل على من تشاء من عبادك وتمنعنا ممن لم تسبق له هداية منك وها أنذاك عبدك الفقير إليك المؤمن بفضلك ومعروفك فإن كنا يا مولاي تفضلنا في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدنا على عدة من أطفالك فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجدنا علينا بكرك ومعروفك اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أجيالنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا حضرنا جنة وإياهم في مرضك وأهلك وإياك من كل شيطان مريض وكل باب عليم ونعيم ونعمة وبالحسن ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا بالعافية وسلامة وحق التقوى والاستقامة اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأموال والأحوال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استرنا بستر الجميل اللهم استرنا بستر الجميل اللهم استرنا بستر الجميل اللهم اغفر وارحمنا الفوات ما قرأناه من آية القرآن ومن الاستغفار ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة قوله النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول لا إله إلا الله إلى أرواحنا وإلينا وإليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أما وأنت رسول اللهم أجمعين في هذه الأول الليلة من الرجاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم اللهم اجعل فداك اللهم من النار وفداك اللهم من النار وإتقى اللهم من النار وصبر اللهم من النار وإتاك اللهم من النار ونجاة اللهم من النار وجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم يا أكرم السلطان يا كريم الإحسان يا كريم المعنى يا كثير الجود يا واسع العطاء يا حاضر الميزان الغائر يا موجود عند الشدائد يا ساعي القرآن اهد حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
Yeah.